السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما العادة فيما توصل وقت الصيف الجالية المغربية تتعرض للعديد من المشاكل، كان آخرها تعسف واحد الشركة إيطالية سويدية اللي اسم ديالها جين في. هاد الشركة هذه اللي خلات الناس من مغاربة العالم 24 ساعة في ميناء ديال سد. الميناء تنقول لكم في ميناء يعني بين الديوانه، دازو الديوانه يعني بين الديوانه والباطو، ما عندهمش ما يقدروا يخرجوا، ما عندهم منين يشريوا، ما عندهم حتى شي حاجه. الباخره كانت نورمالمون خاصها تجي مع 4 ديال العشيه، ما وصلت حتى ل 9 ديال الليل وما مشات حتى ل 4 ديال الصباح. والغريب في الامر هو ان هاد الشركه باعت تذاكر اكثر من اللي خاصها تبيع. يعني الناس باش بغاو يركبوا في الباخره قالوا لهم الباخره عمرات، دونك الباخرة عمرات جاية مأخرة وتعطلوا أكثر من 24 ساعة وهما تيتسناو تماك. دونك هنا فين هما المسؤولين المغاربة؟ فين المسؤولين على الجالية؟ فين المحاور مع الجالية؟ ما كاينش اللي دافع على الجالية، فقط تنسمعوا أجيو تستثمروا في بلادكم، أجيو صيفطوا الفلوس لبلادكم، اجي وديروا اجي وديروا اجي وديروا. ولكن المشكل باش تلقى شي واحد اللي يجي يوقف مع الجاليه واللي يجي يعاون الجاليه واللي يجي يحل المشاكل ديال الجاليه ما كاينش. هنا تتمشي الرساله. اول رساله هو هاد الشركه ديال جين في خاص الجاليه المغربيه تكون واحد اللوبي تحارب هاد الشركه هادي، ما تمشيوش تقطعوا فيها باش تحترم المره الجايه مغاربه العالم والالتزامات ديالها. ثاني حاجه خاص مغاربه العالم يطالبوا الحقوق ديالهم من خلال الحكومه المغربيه باش يكون واحد المحاور لمغاربه العالم باش يحاولوا يحلوا المشاكل ديال مغاربه العالم، ما نبقاوش ساكتين الحق ديالنا. واخيرا اتمنى تكون الرساله وضحت، شكرا لكم على المتابعه ومع السلامه في لقاء اخر ان شاء الله.